إخواني، نتحدث اليوم عن موضوع الفطام وينينج. يجب أن نفهم أن بعد الولادة بخلال أيام 4 إلى 6 أيام تطلع الأسنان اللي هي الثنايا القواطع اللبنية. هذه الأسنان اللبنية تتهيأ وتتكامل خلال 6 أشهر، والخيل تبتدئ بتناول الغذاء مع أمها، وبالتدريج يكون الفطام من 4 إلى 6 أشهر. فكثير من الأسئلة حول الموضوع 4 إلى 6 أشهر. احنا اللي يهمنا أول 18 ساعة بتناول اللبن، اللي هو مهم جدا بالمناعة اللي تاخذها المهرة أو المهر الوليد من أمه عن طريق اللبن خلال 18 ساعة، بعدها الحليب لبناء الجسم من يوصل 4 إلى 6 8 حسب حالته يفطم.